تمام، نستكمل إن شاء الله. إحنا كنا متوقفين فين؟ كنا بنتكلم على آخر حتة نوت، كنا بنتكلم على حاجة مهمة اللي هي إحنا ممكن نعمل زي خليط ما بين الليترال وما بين الإيه؟ الفاريبل، صح كده؟ الليترال والفاريبل. تمام. دي بنسميها كونكات، بنسميها إيه؟ كونكات. يعني معامل دمج او كونكاتينيشن. تمام، اخذنا الكوما واخذنا الايه بلس، الاثنين دول ممكن يعملوا ايه كونكات، يعني يدمجوا حاجتين جنب بعض ويطلعوا في الاخر كانهم شكل واحد. يعني بص في كل اس 5 تلاقي هنا ايه ماي نيم از مشعل، ماي نيم از مشعل، هنا مفيش سبيس، تلاحظ ملاحظ ان الكوما بتعمل سبيس اوتوماتيك. اما البلاس ما بتعملش ايه، ما بتعملش سبيس. خلاص هتلاحظها في النتيجه ماي نيم از وكولون، ما فيش مشكله وخد بعدها سبيس. اما اللي هي بلاس ما بتعترفش بالسبيس، عايز تحط سبيس حط انت، فعملت ماي نيم از ايه مش على كلها كده على بعض. فاهم؟ دي سميناها احنا ايه الكونكات، سميناها الايه الكونكات. احنا اخذنا الفاريبل ري اساينمنت، احنا اخذنا الري اساينمنت وقلنا الفاريبل. اللي هي استعملنا فيها ازاي لما بتحط قيمه ثانيه القيمه الاولانيه بترفع، اللي هي كانت الرسمه ليها دي اسمها الفاريبل ري اساينمنت. تمام؟ طيب ايه الموضوع التاني اللي اتكلمنا فيه بعد كده؟ اتكلمنا عايزين نتكلم في حاجه اسمها داتا تايبس. الداتا تايبس يعني انواع البيانات، انواع البيانات. انا باكد بس ان المحاضره دي كده جت يعني بنراجع كل حاجه بالتفصيل احنا شرحناها، لكن ده عشان يمكن مكان الفيديوهات اللي هي في الاول خالص لسه ما فيش اكزامبلز ولسه الدنيا ما فيش لسه حاجات تحلوها انتوا وحاجات زي كده، فعشان كده احنا بنمشي. لكن بعد كده ان شاء الله هتلاقوا دايما تمارين اول باول عضو بتحلوها وبتوريهاني وكده. فالديتا تايبس يعني انواع البيانات. لاحظوا ان احنا النيم ده الفاريبل اللي اسمه نيم ده لما عملناه كان بيشيل سترينج، صح؟ كان بيشيل ايه؟ بيشيل سترينج نص. وبعد كده عملنا حاجات ثانيه مختلفه، يعني عملنا مثلا على سبيل المثال عملنا الايدج، والايدج ده بلقناه بكلمه 27، صح؟ عملنا الايدج ده 27 صح. ده اسمه ده نمبر، ده نيوميريك. نيوميريك يعني حاجه رقميه، والنمبرز عندنا فيها كلام. يعني انا بعد اذنك اعمل كده فايل نيو عشان ابدا كده واحد جديد عشان اتكلم عن داتا تايبس او انواع البيانات بشكل ايه اكثر تفصيلا. تايبس انواع البيانات، قلنا لما اجي اقول لك فيرست نيم، فيرست اندرسكور نيم تنفع برضه، صح؟ كنت قايل مثلا حد يديني اسم من الاسماء بما ان محمد شعراوي بيخش، فهقول مثلا فيرست نيم شعراوي مثلا، ده كده تعتبر نوع سترينج. تمام، فانا هعمل كده ايش واكتب كلمه ايه سترينج عشان نبقى عارفين. تمام، لما جيت قلت الايدج مثلا 32 يبقى عرفنا ان ده عباره عن ايه؟ نيوميريك رقمي بس بنسميه احنا انتجر. تمام؟ انتجر يعني رقم صحيح، رقم صحيح لان ما فيهوش كسر، رقم ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش كسر. مفهومه كده يا شباب؟ لما اقول سالري، سالري يعني ايه؟ راتب. سالري يعني راتب. تمام؟ سالري يعني راتب. لو جيت قلت بياخد مثلا 11000 مثلا و550 ونص كده اهو، ده نيوميريك ده رقمي فعلا مفيش مشكله، بس مش انتجر ده. تمام، ده بنسميه احنا فلوت. بنسميه ايه؟ فلوت، جاي من كلمه فلوت، فلوت بوينت. فلوت بوينت يعني النقطه دي، فلوت بوينت يعني النقطه اللي هي بتاعت العلامات العشريه، او ساعات بنسميها العلامات اللي هي الارقام الكسريه او العشريه.
الارقام اللي فيها فراكشن، الارقام اللي فيها ايه فراكشن يعني كسر او يعني جزء من الواحد، في اجزاء من الواحد او 75 25 كده تمام. يبقى ده عندنا ده string، عندنا ده integer، عندنا ده ايه float. البايثون ما بتعرفش مباشره الفاريبل بتاعك ده، ما بتعرفوش مباشره نوعه ايه، لكن هو بيتم فهم نوعه بناء على القيمه اللي انت ايه عملت له ليها اساين تمام. يعني انت ما عملت اساينمنت بسترينج هو فاهم ان هو سترينج، عملت اساينمنت بانتجر عرف ان هو انتجر، عملت اساينمنت بفلوت فهم ان هو فلوت تمام. ده بالنسبه للنيوميريك ليترال، الفرق اللي بناخد بالنا منه اللي هو الفلوتنج بوينت او الديسيمال بوينت اللي هي الرقم الكسري او العامه العشريه اللي احنا بنتكلم فيها. وصلت كده؟ تمام. طيب في حاجه ثانيه، في فانكشن زي الفانكشن اسمها برنت، فانكشن زي الفانكشن اسمها ايه برنت، انا بس اسجل ده سايبه اكزامبل 3. في فانكشن زي فانكشن برنت ماشي، بس دي ما بتطبعلكش الفاليو، البرنت بتطبع الفاليو اوف فاريبلز او بتطبع الليتر، يعني بتطبع النص الثابت او الايه هزود عليك او الفاريبل صح؟ النص الثابت او المثال. لا تمام، يعني الفاريبل بتبعت الفاليو بتاعته او الثابت النص الثابت تمام. في عندنا فانكشن ثانيه، فانكشن اسمها تايب، اسمها ايه؟ تايب. تايب دي ممكن تطبع لك النوع هو عباره عن ايه؟ تطبع لك النوع هو عباره عن ايه؟ فلو قلت مثلا علي علي كده اهو، فانا بقول له حد ما بقولوش اطبع لي برنت الفاليو، لا اما ادوس كنترول اس واف 5 نرجع كده نشوف النتيجه عباره عن ايه؟ ما طبعش يعني، تعالى نكتبها هنا على طول كده مباشره. طيب كلمه علي اهو، قال لك الكلاس بس نوعه ايه؟ سترينج صح؟ سترينج. انا ما اعرفش ما طبعش ليه. طب ممكن ادي له امر برنت كده معلش، اقول له برنت بص في 5 اهو كده طبعها تمام، كده طبعها مباشره طبعا، لان هو ده بيرجع النوع بيريتريف التايب تمام. يعني الفانكشن اسمها تايب مش بتطبع، هي بترجع نوع الشيء اللي انت اديته لها، نوع الشيء اللي انت ايه اديته لها. يعني لو انا جيت مثلا كتبت هنا سالري دوست كنترول اس دوست اف 5 قال لي ده فلوت خلاص، يبقى دي بترجع النوع والبرنت بتطبع، والبرنت بت ايه بتطبع. فانا هنزل هرجع دي زي ما كانت عليه عشان معلش انا مش عايز اضيع لكم الاكزامبلز عشان تبقى موجوده في بالكم. يبقى هنا لو انا جيت طبعت الفيرست اندر سكور نيم وجيت بعد كده طبعت الايدج وجيت بعد كده طبعت السالري، يبقى ايه اللي المفروض يحصل يا شباب؟ اول واحده يطبع لي ان هي سترينج، ثاني واحده يطبع لي ان هي سترينج، ثالث واحده يطبع لي اللي هي ايه؟ رقمي صحيح، والثاني اللي هو ايه؟ رقمي كسر. قال لي سترينج سترينج انت فلوت، صح ولا لا؟ خدنا بالنا كده؟ هل دي فيها اي سؤال يا شباب؟ حدش بيرد عليا. طيب انا منتظر لسه معاني وما بتردوش عليا ولا ايه اللي بيحصل؟ السلام عليكم. انا بقيت اشك ان الصوت مش واصل. السلام عليكم. حد سامعني؟ يا باشمهندس دكتور الصوت مش واضح. تمام، عشان كده انا باكد دايما كل فتره كده. انت سامعني كويس؟ الو
يا شباب انا بالانتظار. كده سامعيني كويس استاذ عمرو؟ عمر كمال واستاذ طه كده الصوت بقى كويس؟ اوكي تمام. انا بس اول ما بحس ان الانترنت مش ظابط معانا او في اي تحميل ما بشتغلش، بستنى لغايه ما تاكدوا عليا، بس حس ان الكلام ما يقعش، تبقوا مركزين معايا بس. اوكي الصوت واضح كده؟ واضح وتمام. تمام ان شاء الله. تمام كويس جدا. سؤالي بقى ده اللي عايز اتكلم معاكم عليه دلوقتي، هل السالري اقدر اقول السالري بتساوي شهراوي؟ ينفع؟ يعني ايه احنا عملنا ايه دلوقتي؟ المشكلة عندنا ايه دلوقتي؟ ايه المشكلة الحالية؟ ان احنا عملنا reassignment بنيو داتا تايب، يعني هو كان شغال ان هو numeric float صح؟ دلوقتي هيبقى شغال اكنه ايه؟ string. انه string. string. لو دوست كده في 5 عشان التنفيذ هتلاقيه عمل ايه؟ حصل له تحويل. لان دي مش متاح الحق القصه دي بالظبط اللي بحكيها دلوقتي دي. دي ان احنا بنعمل ري اساينمنت اهي بالظبط دي. ري اساينمنت بعيد ري اساينمنت الفاريبل خلاص تو ديفرنت داتا تايب، يعني بعيد احط قيمه جديده. بحط قيمه جديده للفاريبل بس من نوع مختلف غير نوعه الاصلي، غير نوعه الايه الاصلي ده غير محبوب، يعني ده هي موجوده في البايثون وبتشتغل تمام بس ده شيء غير محبوب. تمام يا شباب؟ شيء مش كويس انك تستخدمه يعني في الكود بتاعك. طالما انت بدات السالري رقمي يبقى تمشي طول الكود رقمي، ده الافضل. ماشي بقى؟ تمام. هبدا اعمل مثال صغير بسيط جدا، وده هيفتح لنا فتحه كبيره بقى في الشغل، يعني 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 كده الاسس الصغيره بدات تتلم في عقولكم، فاضل لي حته بس صغيره وبعد كده ان شاء الله ابدا اتنقل لامثله بقى شويه وتبداوا تحلوا امثله بعد الاسس البسيطه دي. تمام؟ ازاي نريد الانبوتس؟ خلاص احنا بالنسبه لنا الاوتبوت عرفناه بنعمله ببرنت صح؟ وعرفنا شويه عمليات زي الجمع الزائد والطرح والاساينمنت ومش عارف ايه وكلام زي كده. الانبوت بقى ازاي اخد من اليوزر حاجه، اقول له دخل اسمك مثلا، دي بنعملها من خلال حاجه اسمها انبوت. من خلال حاجه اسمها ايه؟ انبوت. فتعالى كده اعمل كنترول اس واعمل من فايل نيو عشان اعمل اكزامبل تاني. هقول له مثلا ايه؟ هخليه يدخل مثلا ايه؟ خلينا ندخل اسمك الاول واسمك الثاني. اقول فيرست نيم، وعايز اقول لليوزر ما اكتبش بقى هنا بايدي كده مثلا علي، لا مش عايز كده، انا عايز اسال اليوزر. بساله ازاي؟ بكتب كلمه انبوت ودي فانكشن ثالثه اهي. احنا اخذنا التايب صح؟ واخذنا ايه؟ واخدنا البرنت، وادي كمان واحده كده اسمها ايه؟ اسمها الانبوت. اسمها ايه يا شباب؟ انبوت. قلت له انتر يور فيرست نيم، انتر يور فيرست نيم كده. ده هيسالني يقول لي لو سمحت دخل اسمك، هيقول لو سمحت دخل ايه؟ اذا لو عملت برنت النيم كده فيرست نيم، اسف خدت لي بالك؟ فيرست نيم بيساوي انبوت انتر يور فيرست نيم. هاخد الاسم واحطه جوه الفاريبل اسمه فيرست نيم، هقول له برنت الفيرست نيم، هيطبع الفيرست نيم. هدوس كنترول اس، هسمي ده اكزامبل 4 عشان ما يحتاجش ده، وعشان اشغله بس انت 5 ماشي؟ بس انت 5 ايه اللي حصل؟ قال لي انتر يور فيرست نيم، انتر يور فيرست نيم.
تمام. حد يمليني اسمه غير الناس اللي انا محمد ابراهيم. ماشي محمد ابراهيم. قلت له انا اسمي مو ابراهيم. تمام كتبت الاسم كده ودوست انتر. انطبع لي محمد ايه ابراهيم. الميزه اللي في البرنامج البسيط ده هي ايه؟ ازاي اجد اليوزر فيرست نيم. تمام ازاي جيت ذا يوزر انبوتس. ازاي اخد من اليوزر المدخلات بتاعته دي القضيه من خلال الفانكشن اسمها انبوت دي. فانبوت دي عرفناها بتطلع لي برومبت, طلع لي نص مكتوب فيه انتر يور فيرست نيم. خلاص بيكتب الاسم بتاعه وباخده انا بعمل بيه اي عمليه. ماشي يا يعني نقدر نقول له مثلا انتر فيرست نيم او عامل زيها تاني. اخلي ده مثلا اللاست نيم واقول له انتر يور لاست نيم, يعني دخل اسم الاخير او اسم العيله. وما جت بقى عمال الفيرست نيم كوما واللاست ايه نيم. احنا عارفين ان الكوما دي هتطبع في اسم جنبيه اللاست نيم وهتعمل سبيس صح ولا ايه؟ وبتعمل ايه؟ سبيس مظبوط. تمام دوس كنترول اس بدوس في 5 قال انتر يور فيرست نيم. تاخد حد تاني يكون جديد امجد خليل مثلا والفيرست نيم بتقول امجد. دوست انتر قال لي اللاست نيم قلت له خليل. دوست انتر قال لي امجد ايه؟ امجد خليل. وممكن طبعا كنت اطبعها كده اقول له يور نيم يور نيم از سبيس كوما. طبعا دي ليتر مكان الفيرست نيم مكان لاست نيم. دوست كنترول اس دوست 5 قال لي دخل اسمك قلت له اسماعيل. دوست انتر وفايد ودوست انتر قال يور نيم از اسماعيل ايه فايد. مين دي ما فهمهاش عشان دي مهمه جدا. شباب سامعيني كويس؟ تمام اهي مفهومه كويس جدا. كان في سؤال بس ما خدتش بالي منه بتاع الاستاذ الدكتور طه بيقول سيتم تغيير نوع البيانات. ده كان في السؤال اللي فات فانا بقول طبعا بيتم تغيير نوع البيانات. طيب مفهومه حلو جدا 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 بس انا عايز ازود عليها حته كمان معلش. احنا جايب الريد الانبوتس بنعمل بقى ايه؟ بنكونفرت تحويل او ريكاست الانبوتس. ازاي نعمل تحويل او كونفرتنج او كاستنج الانبوتس؟ ازاي اللي يحصل ده؟ يعني بمعنى بالطبيعي لما بنيجي بنقرا اي قيم زي انبوت كده دي تبقى سترينج. هدلل لك دلوقتي. يعني لو احنا دلوقتي جينا عملنا اكزامبل رقم 5 ماشي وقمت قايل ايه مثلا انا عايز مثلا اعمل برنامج وليكن يعني مش جايب دماغي برنامج بس نظبط فكره كده بسيطه يبقى ليها معنى وفي نفس الوقت عايزين ننفذها. مثلا عدد ساعات العمل بتاعتك ايه وسعر الساعه كام وبالتالي اقدر اقول لك مرتبك يبقى كام مثلا. ماشي مرتبك الشهري. تعال نفكر في فكره كده كفكره. طيب يبقى انا عندي ايه؟ عندي مبدئيا اقول لك مثلا اعرف حاجه اسمها الاورز. اورز دي عدد الساعات اللي هي الساعات. اورز دي اللي هي بالنسبه لي الساعات. فقمت عايز اقراها فانا هقول له انبوت صحيح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ انبوت. وهقول له اي مسج تطبع له مثلا how many مثلا hours did you work in this
خالص مثلا مرتين، ما هي عدد ساعات العمل التي هي عملت بها هذا الشهر؟ ماشي. تخيل معي كده ان احنا لو احنا عايزين نقول له الانكم، نطبع الانكم يعني نقول له رينت الانكم يساوي، وانا عايز اقول الاورز مثلا سعر الساعة مثلا 100 جنيه هقول له كده مثلا، يعني هو قال لي اشتغلت 10 ساعات يبقى 10 ب 100 خليها 100 عشان تبقى رقم سهل. ماشي بقى، فهمتوا البرنامج ده ولا ايه؟ انا عايز بس الفكرة الاول، انا بقول لو سمحت اقول لك اشتغلت كم ساعة، كم ساعة الشهر ده؟ فقال لي مثلا 30 ساعة 40 ساعة 50 ساعة زي ما يكون، هضربه في 100 لان سعر الساعة 100. مفهومة؟ يعني ما حدش بيرد عليا، اتمنى يكون الصوت واضح والصورة واضحة لان انا مش عارف. تمام كويس جدا. ايه المشكلة اللي عندي؟ انا لو دوست كنترول اس هيقول لي الاول سجل، قلت له ماشي خلينا اكزامبل فايل كنترول اف وادوس اف 5، قال لي اشتغلت كام ساعة؟ قلت له مثلا 10 ساعات، مش يبقى 10 في 100 سهل علينا، بيطبع ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الصوت بيقطع كده. سامعني كويس؟ انا اسف، سامعني كده شويه؟ نعم اتفضل. تمام نرجع مطرح ما كنا واقفين، احنا بنتكلم هنا تمام في الاكزامبل ده. صح، طيب ده بس كده وهدوس في 5. قال لي خلاص اكتب how many hours did you work in this month، فقلت له مثلا انا اشتغلت 10 ساعات، بدوس انتر بيطلع لي المنظر الغريب ده، شايفينه؟ تعامل مع سترينج، ما قدرش يفهم، ما قدرش يفهم حاجه. ليه؟ لانه ما قدرش يفهم ان مين اللي قال تعامل مع سترينج، استاذ رامي ولا مين؟ نعم انا. تمام. فعلا هو فهم المي الاورز دي، فهمها هي نص دلوقتي، يعني هنا اهو، يعني ممكن نكتب كده تعال نعمل برنت التايب بتاع الاورز. احنا طبيعتنا هنبقى متخيلين انه هيبقى ايه، انه هيبقى انت، صح؟ مفترض ان ده كان يطلع انت معايا، فبدوس كنترول اس ودوس اف 5 تمام، وهو جاي كاتب مثلا 10. ايه اللي حصل؟ تعالى بص معايا، اعتبر ان النوع ده ايه؟ سترينج. اعتبره سترينج، اي انبوتس بياخدها من اليوزر بيعتبرها ايه؟ بيعتبرها سترينج، بيعتبرها سترينج، ولذلك ما قدرش يعمل عملية طبيعية بتاعة الضرب، عملية الضرب بتاعتنا اللي هي العلامة ديت اللي هي شيفت 8 دي، ما عرفش يفهم ان دي ضرب، ولذلك خرف وطبع الكلمة 100 مرة اي كلام. تمام، يبقى احنا عايزين ازاي نحول الكلام ده اصلا الى رقمي. فاجي عند كلمة hours دي، في عندي function جديدة اسمها int، نعرفها قبل ما اقفل الكوست. لاحظوا ايه؟ انت، وقال لي انت اوف اكس، يعني اكس دي يعني اي حاجه، انت اوف اكس تديك انتجر او انتجر، خلاص انت اوف اكس على البيز 10 يعني اللي هو 0 1 2 3 4 5 9، واحنا عارفين بقى الباقي 10 و11 و12 الى اخره، يعني اللي هو النظام الرقمي العشري العادي. فمو قفلت كده، انا حولت الايه الاورز دي الى ايه؟ ها؟ إلى قيمة رقمية صحيحة، ومن بعد ضربتها في الإيه؟ ضربتها في 100، أدوس كنترول إس،
انا بس كنت عايز قبل ما استعجل، انا مش عايز، انا بحب دايما ايه يعني ايه الكود كله يبقى موجود وما نمسحوش يعني، عشان اي سطر كتبناه حابين نرجع له فاهمين اوله من اخره كده. سامعين ولا الصوت بيقطع؟ سامعيني كده يا شباب؟ connection is unstable. اللي بيظهر عنده ان connection is unstable يبقى هو عنده الانترنت في مشكلة، بيظهر قدامه على الشاشة كلمة connection is unstable. قطع يا دكتور قطع. هو اللي يظهر قدامه على الشاشة كلمة connection is unstable معناه ان الانترنت عنده في مشكلة، او في يعني عايز يعني ضعف اشارة الانترنت ضعفت شوية. على الكل يا دكتور؟ لا هو الانترنت الوقت عندك انت. هو على الكل الصوت افضل؟ نعم. انا غيرت مكاني عشان انت يكون الانترنت موقع على هذا. هل كده كويس؟ نعم دكتور. طيب. كويس جدا. تمام. احنا ايه اللي عملناه هنا؟ كل اللي عملناه هنا ان احنا زودنا كلمة int دي function جديدة، وقلنا ان الفانكشن الجديدة دي بتعمل عملية converting، عملية تحويل. تحولت الـ hours من قيمة نصية الى قيمه رقميه، فبدات تفهم ان دي قيمه رقميه. وانا هتكلم شويه عن فكره القيمه الرقميه والقيمه النصيه، بس ادوس كنترول اس وادوس اف 5 وبعدين هيسالني يقول لي كم ساعه اشتغلت، فاقول له مثلا 10 وادوس انتر، قال لي يبقى الانكم بتاعك كام؟ 1000. فعلا المره دي فهم، فعلا المره دي فهم. بس انا عايز انوه شويه او اركز في معنى الجزئيه دي، اللي هي فكره الرقمي والنصي. فكره الرقمي والنصي لازم تفهم كويس جدا ان مش معنى اي رقم مكتوب قدامنا يبقى هو فعلا نيوميريك او رقم. لا، المفهوم ده غلط. فهعمل معلش اكزامبل كمان، يعني هعمل فايل جديد وهنكتب وهنشوف كده ايه مثال بسيط. انا لو عملت فاريبل سميته اكس وجيت جوه اكس قمت كاتب مثلا اكس بتيكوال 7، اكس بتيكوال 7 يعني زي سين بتساوي 7 كده، ماشي؟ سين بتساوي 7. واي قمت قايل واي بتساوي 7، بس ال 7 بتاعت الاكس احنا حطيناها ما بين دبل كوتيشن، الواي حطينا 7 بس من غير دبل كوتيشن، صح كده؟ نعم. هل اكس والواي هما الاثنين حاجه واحده؟ لا طبعا، واحده سترينج وواحده نمبر. طب ايه الفرق؟ اقول لك ايه الفرق. واحده نمبر. ما لازم فاهمين ان لو قلت ام بتساوي اكس بلس اكس وجيت قلت ايه ام بتساوي واي بلس واي، ايه المعنى؟ ام بتساوي اكس بلس اكس 77 هو رقم يبقى 7. طب تعمل لي اما ما اعمل 7 بالظبط، تطبع 7 جنب 7 اللي هي تطلع بالنسبه لنا 77، مع ان ده مش صح. تمام. لو انت بتفكر رقمي هتختلط معاك الامور. لما اجي اطبع الان هيعرف ان الايه هيطبع لك كام؟ 14. الله ينور عليك. فلو دوست كنترول اس وقلت ده هخليه اكزامبل 6 وهدوس بعد كده اف 5 عشان ارن، لاحظ ايه اللي حصل. طبع هنا 77 اللي هي مش 77، هي 7 جنب 7، هو مش فاهم، هو حط ال 7 جنب 7 لان دي سترينج ليترال سترينج، فهو لزقهم جنب بعض كما هما. اما في لكن في الثانيه بدا يفهم ان ال 7 نيوميريك، ولما فهم ان نيوميريك يعني رقمي
فبيقدر يعمل العمليات الرياضية الطبيعية اللي يقدر يجمع، يقدر يطرح، يقدر يقسم، يقدر يعمل كل بقى الايه الاريثماتيك اوبريشنز او الاريثماتيك اوبريتورز اللي هتعرف عليها كمان شويه ان شاء الله، يقدر يتعامل معها اللي هو بيقدر بقى يفهم الرياضه، فيعرف ان الثلاثه بعديها اربعه قبليها اثنين، يجمع يضرب يطرح الى اخره. لكن السترينج ما بيفهمش، فلذلك جت عمليه الكونفرتنج، جت عمليه الايه الكونفرتنج التحويل او الكاستنج، ان انا يبقى عندي انا واخد من اليوزر الرقم نصي بس انا اعمل له تحويل يبقى رقمي، تمام. فاخذنا الانت وبرده نفسها هي هي في واحده غير الانت اسمها الفلوت، انا كل ده لسه بتكلم في الكونفرتنج والكاست، هي الانت وفي كمان عندنا حاجه اسمها الايه الفلوت، يعني ممكن اعمل انت اللي احنا شفناه من شويه وممكن اعمل ايه فلوت. فانا هعيد نفس المثال اللي احنا كنا تعرضنا اليه اللي هو رقم خمسة، لما كنا بنطلب من اليوزر انه يدخل عدد ساعات العمل، انا هزود الفكره اكبرها شويه، اقول له اطلب منه اقول له دخل عدد ساعات العمل ودخل سعر الساعه، ودخل سعر الايه سعر الساعه، وبعد كده اطلع له الانكم اللي هو عباره عن حاصل ضرب طبعا عدد ساعات اللي هيشتغلها الامبلوي ده او الموظف ده في سعر الساعه بتاعته. عشان اعمل ده هروح من فايل نيو فايل، ادي ده اللي كان قديم، ده الايه البروجرام القديم اللي هو جيت قلت له الاورز هاو ميني اورز ديد يو وركد ان ذيس مانث، كم عدد ساعات العمل اللي عملتها الشهر ده، تمام تمام. دي كده بالنسبه لايه للاورز، لكن انا عايز كمان اللي هو السعر او ال مو معايا اسمعي سعر الساعة. سعر الساعة. اللي هي الاور برايس. اور. تمام. اور برايس. ممكن اعمل كده وممكن اكتب اور اندرسكور برايس. يعني مش مشكلة. الاور برايس هو معامل برضو انبوت تاني. اقول له مثلا. مثلا انتر. الاور. price دخل سعر الساعه. ممكن انا اعمل برضو حاجه تانية ان انا من هنا على طول اعمل انت كده، خدتوا بالكم؟ يبقى الانبوت الانبوت فانكشن خلاص هتجت من اليوزر عدد الساعات اللي انا حتى اللي انا معلم عليها دلوقتي قدامكم دي، حتى اللي معلم عليها دي هتبقى تتشال وتحط مكانها الرقم اللي اليوزر دخله، هي مثلا دخل مثلا اشتغل 30 ساعه 10 ساعات 50 ساعه زي ما يكون، تمام. هتبدا الفانكشن اللي اسمها انت الخارجيه دي تاخد الرقم اللي اليوزر دخله ده وتكونفيرته او تحوله لنيوميريك مش سترينج، فتاخده من القيمه النصيه الى القيمه الرقميه المفهومه لدى الجهاز بحيث تقدر تعمل عليها العمليات الرياضيه الاساسيه، بحيث نقدر نعمل عليها العمليات الرياضيه الايه؟ الاساسيه. فهمت الفكره؟ محدش بيرد فهنعتبر السكوت علامه الرضا والناس فاهمه. نيجي بقى ليه؟ نيجي تمام للاور برايس. طب ما انا ممكن الاور برايس يبقى فيه كسر صح؟ ارقام ممكن بقى ايه بياخد الساعه مثلا ب 10 جنيه ونص ولا حاجه، فيعني الراجل يعني ممكن يكون في كسور. المهم يعني البرايس دايما بيبقى فيه كسور، فانا هستخدم المره دي فلوت، هستخدم المره دي ايه الفلوت مش الفانكشن بتاعت الانت. الفانكشن بتاعت مين؟ الفانكشن بتاعت الفلوت خلاص. فدي هتعمل كونفرتنج للقيمه اللي اليوزر دخلها من سترينج الى فلوت، يعني رقم ممكن يكون فيه كسور، وبقى اصبح الاور برايس ده رقم فيه كسور. مش محتاج بقى ان طبعا لو طبعت دلوقتي برنت التايب هيتبع اللي فوق انت واللي تحت فلوت، مفهومه بقى ما احنا مكونفرتين بايدينا، يعني عاملين كونفرتنج بايدينا يدوي. حلو. الانكم دلوقتي مش محتاج بقى كونفرتنج خالص، انا هقول له ايه الانكم ايكوال ها الاورز هاي شباب ملتبلاي ايه الاورز الاور برايس الاور اندرسكور برايس مظبوط. فكده الدنيا بقت دايناميك اكتر، باخد من يوزر قيم
انا هعمل بس سيف للفايل ده في نفس الفولدر بتاعنا. ماشي ونسميه ده اكزامبل 7 اكزامبل نمبر 7. تمام وندوس اف 5 عشان نجرب. فقال لي يلا قول لي اشتغلت كم ساعه الشهر ده. قلت له والله انا مثلا الشهر ده اشتغلت مثلا 10 ساعات. قال لي دخل السعر. قلت له مثلا سعر الساعه 50 جنيه ونص مثلا عشان نجرب الكسر. دوست انتر. قال لي يبقى انت المفروض تاخد 505 جنيه صح؟ تمام. حد لاحظ حاجه؟ ان هو طلع الانكم كانه فلوت. تمام نطلع الانكم ايه؟ الانكم طلع فلوت حتى لو الرقم صحيح. بالظبط الانكم طلع فلوت. ومع ان انا كنت ليه بقى؟ ليه؟ هو ده بقى الغرض اللي عايز اتكلم عليه. لان احنا عملنا ايه؟ نرجع كده نبص. انت بقى عندك ناتجين، عندك انت